بعدها مباشره اتصلوا بورده تيجي عشان كان كتب اغنيه جديده عبد الحليم منصور ايضا كتب وانا على الربابه بغني، وجابوا ورده وسمح ليها بالدخول، وفضلوا مقيمين تقريبا فتره الاسبوع الاول من الحرب. بليغ يلحن، عبد الحليم منصور يكتب، وكل الفنانين تباعا يشتركوا في الغناء من الطريق دي. لكن اغنيه وانا على الربابه بغني بطارد ثاني يوم بالضبط، وفي يوم 8 اكتوبر بيقال ان احد الجنود بعد ما صدر احدى دبابات اسرائيل وقف وقيها وقال وانا على الربابه بغني. يعني تخيل حضرتك بعد ساعات تصل الاغنيه الى ساحه المعركه ويتغنى بها الجنود المنتصرين.